بول هانيغان هو الذي يتقدم يفوز في هذا الشوط بالمركز الأول. يأتي في المركز الثاني كفاح، أو يأتي في المركز الثالث شيجي، بينما في المركز الرابع رشتا بستري. في الانطلاقة التي تابعناها في هذا المسار مباشرة، حمدان بن راشد هذا نظر لمعرب هيك، عرف بأنه ماذا يحدث لمعرب، قال هناك في تثاقل.